السلام عليكم خوتي خياتي، هذا الفيديو درته من اجل التوعيه وحفاظا على سلامتنا. لازم ناخذ كل الاحتياطات ديالنا باش ما يحكمناش هذا الفيروس كوفيد 19 المعروف بكورونا. لازم نريحوا في الدار، ولا خرجنا نخرجوا غير عند الضروره القصوى، وكي نخرجوا لازم نلبسوا هذه الكمامه ونلبسوا لي غون باسكو حاجه ماشي عيب، ولازم ندو معانا الجل المعقم، ولازم نحافظوا على صحتنا وصحة الناس اللي معنا برا. تاني قبل ما تاكل اغسل يديك، ومر ما تاكل تاني اغسل يديك، وان شاء الله يا ربي يبعد عينا الفيروس ان شاء الله، وعيونا يحمينا ان شاء الله.